كمان اللي وحشني وبقاله كتير ما بيخشش معانا مداخلات، مش عارف كان زعلان مننا ولا من اسلام صادق ولا ايه. ازيك يا كابتن ضياء؟ ازيك يا كريم؟ اخبار حضرتك ايه يا كابتن؟ هو انت بقى عارف تعمل البرنامج وانت لسه جهات التحليل والجرافات؟ اه والله على طول الدوري ضغط علينا ضغطه وانت لذينة. لا كويس. اه الحمد لله الحمد لله. احنا كنا فين؟ الحمد لله. يعني مش مهم المداخلات قد ما الدوري يشتغل والجرافات الحمراء تشتغل يا ريس. تمام. ازيك يا كابتن ضياء، اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا كريم؟ الله يخليك يا كابتن ضياء. يعني عايزين نطمن على المنتخب، في كلام كتير عن منتخب مصر، مش هكلمك في لاعبين وانضمام وعدم انضمام، ولكن هكلمك على كلم على اللي انت عايزه كريم. انت عارف انت معايا. الله يخليك يا كابتن. قد معاك انت واسلام، على فكره اسلام ده حبيبي، عمري ما يحصل لنا اي مشاكل. اكيد اكيد يا كابتن ضيف. يعني الفتره الجايه سامعين في مباراه في قطر يوم 7 مارس القادم، بس المباراه مش في الاجنده الدوليه. عرفت النهارده ان كان في قعده ما بين مستر برادلي والاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره، فعايز اعرف التفاصيل يعني اللي حصلت، وهل هتلعبوا مباراه قطر فعلا يوم 7 مارس، وهتعملوا ايه؟ هل هتوقفوا الدوري ولا هتعملوا ايه بالظبط؟ اولا كان في قعده لإذابه ما بيقولوا، مش عارف العناوين بتبقى الإذابة. إذابه الجليد. القعده كان فيها كلام مفتوح بين الراجل وبين الاستاذ جمال علام، حضرها بعض الاعضاء، الاستاذ مجدي والكابتن احمد مجاهد. فالامور طيبه بشكل في دعم لينا يعني في الفتره اللي جايه، ومع الراجل يعني ماشيه بشكل كويس، واحنا حابين ان الاتجاه كله يبقى كده، يبقى كلنا في اتجاه واحد يعني. بالظبط. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا الاتحاد عرض مباراه قطر. كان يمكن احنا هنقعد لسه بكره عشان الموضوع، انت عارف هي مش في الاجنده. وفي نفس الوقت برادلي مش عايز الدوري يقف، ما صدقنا احنا الدوري حاجه كويسه، وهو مبسوط بان الدوري شغال واللعيبه ماتش عن ماتش. الناس بتخش فورمه وبيبقى في انتعاشه يعني، ماتش عن مباراه عن مباراه الناس بتبتدي تخش في الفورمه، والناس واللعيبه بتبتدي ترجع لفورمتها، ودي حاجه بسطانه بشكل كويس، فاحنا ضد ده. وفي الحقيقه ده الماتش مش في حسابنا احنا، احنا مباراتنا اللي احنا طالبينها مباراه يوم 22 سواء مع كينيا او سوازيلاند او تنزانيا، فرقه من المستوى الثاني، هو ده اللي احنا طالبينه. فالاتحاد عرض المباراه دي مع ليها اهميه عندهم او اسبابها عند الاتحاد يعني، يبقى في بروتوكول. انا شايف الفتره فيها في تقارب ما بين الاتحاد المصري والاتحاد القطري لكره القدم، في حاجه في عايز منتخب مصر في العيد القومي لقطر تقريبا، او مع يعني الاسباب الاداريه انا ما اعرفهاش يعني. طب هو الدوري هيبقى شغال ساعتها كابتن ضياء يوم 7/3؟ في ماتشات في الدوري، في ماتشات 8/3، 8 يعني، في 4 و5 وفي 8، الزمالك تحديدا هيلعب يوم 8. طب هيعملوا ايه بقى في الحاجات في الجدول؟ هيأجلوا الماتشات؟ هنقعد بكره هندرس الموضوع بشكل، احنا يعني طالما الاتحاد بيقول على حاجه هو محتاجها او في حاجه، فاحنا هندرسها بكره، نقعد وندرس الموضوع، نشوف ايه موضوع اللعيبه مهم جدا، ايه اللعيبه اللي ممكن تتوفر في الوقت ده. ايوه. وان شاء الله نطلع بقرار انه نشوف ايه اللي المتاح يعني باذن الله يعني. مستر برادلي كان زعلان بعد ماتش تشيلي وموضوع مجلس الاداره وتوجيه اللوم اللي هو ما رجعش مع البعثه الى القاهره، وانا علقت على الموضوع ده ساعتها، قلت اللي هو مش كويس من الاتحاد المصري ان هو يوجه اللوم للمدرب، وحسيت شويه ان فيها تلكيكه يعني. والله هو ده اللي يعني من كل حاجه اتناقشت النهارده، وده قال وجهه نظره وده قال وجهه نظره، طبعا كان زعلان، طبعا كلنا كنا زعلانين. وده الموضوع ده انتهى النهارده بشكل كبير جدا وبشكل مرضي بشكل كويس يعني. الاستاذ حسن فريد ما كانش موجود النهارده في عايز اقول لك النهارده كمان يعني، انا كنت اعلنت قبل مباراه تشيلي ان احنا بصدد ان احنا نقعد مع عبد الواحد. لا عايزين نناقش مع ابو واحد عشان الفتره اللي جايه بشكل جدي. الكلام ده انا اعلنته قبل مباراه تشيلي يعني. ايوه. النهارده بعد الظهر قعدنا مع عبد الواحد السيد. ابو واحد السيد. والقعده كانت مثمره جدا، وابو واحد راجل قديم وفاهم وعارف يعني عنده، اتكلمنا في كل حاجه، واتكلمنا على طبيعتنا في الشغل مع الناس، طبيعتنا في
تحديد اللعيبه والاسر لعب واحد. يعني اتكلمتوا معاه ان هو يعني الفتره الجايه هيكون موجود سواء يلعب هو او شريف اكرامي، الموضوع ده ما فيهوش حساسيه، انتوا قصدكم كده يعني؟ لان احنا موضوع الحساسيات دي المفهوم لسه بيبقى مش واصل ان الناس لازم تعرف ان الجهاز الفني او المدير الفني بيبقى له رؤيه وهو اللي يحدد. فكان في تفاهم واضح من ابو واحد وفي روح عاليه صراحه شفتها حاجه. طب ده كده كده معناه ان المعسكر الجاي عصام الحضري مش موجود؟ احنا ما اتناقشنا مع عبد الواحد، ما اتناقشناش مع عصام الحضري، وطول عمر عصام الحضري كان موجود مع عبد الواحد وعبد الواحد كان موجود مع عصام الحضري. انت واخد بال حضرتك، ما تاخدنيش من سكه ثانيه يا كريم. يا كابتن انت كويس. يا كابتن ضيا، ما انت فاهم القصه. بتقعد مع عبد الواحد السيد النهارده معناه ان عصام الحضري مش موجود، كلنا عارفين كده. خلي بالك مش الاعلام بس، يعني الجماهير عارفه القصه، يعني الناس بتحس وفاهمه. انا عارف ان الناس عارفه القصه، بس برضو عايز اقول لك ان انا ده كان معلن قبل مباراه تشيلي، قبل ما حد يعرف. ما حدش كان عارف ايه اللي ممكن يحصل او ايه اللي هيحصل او الحاجات دي كلها. احنا عايزين نستفاد من كل الناس، من كل اللعيبه، من كل من هو يؤدي بشكل جدي وبشكل ملتزم. عايزين نستفاد من كل الناس. طيب انا ان ده منتخب مصر مش بتاعنا احنا يعني. اكيد بس انا هقول على لساني ان كده عبد الواحد السيد وشريف اكرامي هم حراس مرمى منتخب مصر في الفتره اللي جايه، واستبعاد عصام الحضري. مش صح الكلام ده. مش صح. لا مش صح. طب يعني ممكن تستدعي عصام الحضري مع عبد الواحد وشريف اكرامي؟ ممكن يكون في محمد صبحي، ممكن يكون في هاني سليمان، يعني عايز اقول لك انه شغل الدوري عمل حاله كويسه، عشان كده انا بقول لك احنا شغل الدوري بيشغل ناس كويسه، بتخلي اللعيبه تخش في الفورمه واللعيبه تجتهد، ولازم اللعيبه كلها، انا بقولها بدون استثناء، كلها كل من يجتهد، كل الناس. طب اقول لك حاجه، فرصه انها تنضم. اقول لك حاجه وتبقى صريح معايا يا كابتن ضيا، انا عارف حضرتك صريح دايما ومعايا انا بالذات يعني. طبعا قعدت النهارده مع عبد الواحد السيد، سيبك من موضوع عصام الحضري خلاص، يعني مش هتكلم في موضوع. قعدت النهارده مع عبد الواحد السيد والجهاز الفني المنتخب مصر، تبين ان عبد الواحد الفتره اللي فاتت اللي ما كانش بينضم فيها للمنتخب اللي هو كان غير راضي عن وجوده احتياطي، فانتوا قعدتوا معاه النهارده عشان تتكلموا معاه. لا احنا اتكلمنا حساسية. ما هو اقول لك بدون حساسيه، لازم اللعيب يفهم ايا إن كان انه لعيب. انت واخد بالك، لازم يبقى عارف انه هو لعيب معرض انه يلعب بقرار من الجهاز الفني، ومعرض انه يبقى احتياطي برضه بقرار من الجهاز الفني، ولازم يتقبل ده. لازم الناس تعرف ان كل نجوم العالم بتقعد وبتلعب وبتقعد وبتلعب، وانت بتشوف وانت متابع. أيوه. وبتجيب فقرات عالميه عندك ده كاسياس مورينيو قعد كاسياس عادي جدا خالص، وهاجمه وعايز يقعد سيخو راموس، وكان في مشكله مع رونالدو من فتره بالظبط. هو يعني انا عايز اقول لك انه يعني لازم المفاهيم الاساسيه تتعرف وتوصل للناس علشان الامور تبقى موضوعها في نصابها بشكل كويس. تمام. طيب منتخب مصر معايا الاتحاد الافريقي لكره القدم يا كابتن ضياء بيصنف مصر في التصنيف الثاني او المستوى الثاني، وكده معناه ومعانا في نفس التصنيف او نفس المستوى الكاميرون والجزائر، فكده معناه ان احنا مش هنقابل الكاميرون والجزائر في تصفيات افريقيا القادمه، او مش هيكونوا معانا في المجموعه او في التصفيات المبدئيه لبطوله افريقيا 2015. بص يا كريم، علينا كلنا ان نتكاتف، كلنا كل المسؤوله بتكلم على الرياضه، لازم نتكاتف لعوده مصر لتصنيفها الطبيعي. وده مش هيحصل ان كل الناس تتكاتف. أيوه. في المنظومه الرياضيه، واحنا والناس المسؤوله في المنتخب تتكاتف، واللعيبه تتكاتف، والاعلام الرياضي يتكاتف، واتحاد الكره طبعا على راس المنظومه دي. لازم مصر ترجع لتصنيفها الطبيعي، وده مش هيجي غير بان كلنا نتكاتف والناس تشتغل ويبقى في دعم كويس، ونكسب ماتشين ان شاء الله اللي جايين بتوع زيمبابوي رايح جاي. هترجع مصر بطبيعتها بالشغل وبالتكاتف وبالعمل، لكن هنقعد نندب ما احنا تصنيفنا الائتماني بقى بالماينس. بالظبط. الائتماني. بالظبط. انت واخد بالك؟ طيب هنرجع تصنيف الائتماني زمان الاول ازاي؟ لازم الناس تشتغل والناس تتكاتف والناس تتعاون، نفس القصه الرياضه والكوره. مصر مش هترجع لتصنيفها غير لما كلنا نتكاتف. من دعم للمنتخب، من شغل مع المنتخب، واللعيبه تجتهد معانا بشكل كبير، ولازم تعرف ان مصر لازم ترجع لمكانتها علشان نرجع لتصنيفنا مستوى ثاني او ثالث. العبره ان احنا نفنش بشكل كويس، نوصل كاس عالم باذن الله، هتلاقي نفسك بالتدريب
بترجع لتصنيفك الاول ويعود لك احترامك زي اللي بنطلبه على كل المجالات دلوقتي. بالظبط. يعني احنا بنطلبه على كل المجالات لان احنا تراجعنا في كل المجالات. بالظبط. عايزين ان احنا نتكاتف، انا بتكلم على الرياضه بقى وعلى الكوره، لازم نتكاتف كلنا عشان نطلع مصر ترجع لمكانها الطبيعي بشكل كبير. ماتش قطر يا كابتن ضياء يوم 7 مارس هيكون باللاعبين المحليين بيلعبوا في الدوري المصري، مش هتاخد هو مدارفين. المعروض انه بالظبط البرنامج، الناس هتبعت طياره خاصه، هنسافر يوم 6 نتمرن نلعب 7 نرجع بعد المباراه على طول. ايوه على طول. ده اللي بس اللعيبه اللي هم بيلعبوا في الدوري عشان مش اجنده دوليه، مش هتجيب محترفين، مش في بديت خالص. مش في بديت. فلازم هيكون عشان الاتحاد، يعني احنا قلنا الاتحاد عليه مسؤوليات فيها لان هو طالب المباراه دي تحديدا، اتحاد الكوره عشان البروتوكول وعشان كذا، لازم لو هيحصل لازم الاتحاد هيخاطب الانديه، ممكن الانديه تقول لك انا عندي ماتش يوم 10 ما اديش لعيبه اودي لعيبه. فاحنا ده كله الاتحاد هيقوم بمسؤولياته في هذا الوضع علشان وانا متوقع هندرس متوقع ان هيبقى في صدام شويه مع الانديه. احنا مش ضد البروتوكول ومش ضد لان المباراه دي ما كانتش في اجندتنا، مش مدرجه في اجندتنا، فان شاء الله نتمنى انه الاتحاد يوفق في ده. واحنا بكره هنقعد نشوف في الفتره دي ممكن مين اللعيبه اللي ممكن تكون موجوده بحيث انها تقدم مباراه واحده ونرجع، ونتمنى ان الامور تمشي على خير يعني ان شاء الله. ايه رايك في جد واحمد فتحي والمحمدي مع هال سيتي وعندهم ماتش كمان شويه؟ شغال الماتش، الماتش بدا مع بلاك بيرن، وجده بيلعب ومحمدي واحمد احتياطي، ونتمنى لهم التوفيق، ماشيين بشكل كويس. وانت عارف في الموضوع ده المهم الاستمراريه. بالظبط. يعني انت عارف واحنا مجربين في حاجات كتير، انا اتمنى الاستمراريه لانها فايده لينا كلنا وكل الناس دلوقتي الحمد لله ماشيه بشكل كويس، صلاح والنني وتريكا وحسني يعني ما وحسني ماشي كويس قوي ما شاء الله، نتمنى لهم التوفيق لانه هيعود علينا بالخير ان شاء الله. تمام، بشكرك كابتن ضياء السيد مدربنا ومدرب منتخب مصر.